الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي إلا بالله، وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صفيه وخليله، خير نبي اصطفاه، وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته وذكره واستغفاره وتلاوة القرآن، وأذكركم يا معاشر المؤمنين بقول الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة المؤمنون، ما نزال نتكلم عن أسباب الخلاص من المحن، عن أسباب النهوض من الكبوة، عن وسائل تفريج الكروب والهموم، هذه التي حلت بالبلاد والعباد، فأخذت من هناءة الأيام وراحة النفوس وسكينة الضمائر، هذه المحن التي ما تزال تترى على حياتنا واحدة بعد أخرى، حتى ضاق الناس بما ينزل عليهم من الأحزان والآلام. ما نزال نتكلم أيها الإخوة عن الوسائل التي يمكن أن تساعد على نهوضنا من هذه الأزمة المستعصية، لأن الناس أيها الكرام، أرى اليوم وترون أنهم في سبيل الخلاص من الأزمات يبحثون عن الأسباب، سواء كانت القضايا أزمات وهموم وكروب تخص شخص الإنسان، أم هذه التي نزلت بالأمة جميعا. اليوم الناس يبحثون عن الأسباب للخلاص من هذه الأزمة، وقليل منهم من توجه إلى مسبب الأسباب. الناس اليوم يفتشون عن وسيلة حتى يحققوا فيها خروجهم من المعاناة،
عن هذا الذي ترونه في كل يوم أقليل منهم نسي أن ينظر في هذا الكتاب العظيم الذي أرسله الله عز وجل للأمة من أجل أن تجد فيه نورها، أن تجد فيه سرها، أن تجد فيه علاجها، أن تجد فيه حقيقة رحمة الله لها. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ على الأمة اليوم أيها السادة أن تعود لتلازم هذا القرآن، ثم تبحث بين حناياه عن سر الخلاص من كل الكروب، من كل الهموم، من كل الأزمات، من كل ما يعترينا، من كل ما يقلقنا، من كل ما يهدد سعادتنا، من كل ما يؤثر علينا. نحن أمة تعاني لا شك، لكن الحل هنا أيها السادة، والله الحل في كتاب الله. تعالوا إلى هذا المنهج يعلمنا فيه رب العزة كيف ينبغي للمؤمن أن يتصرف أيام الكروب، أيام الهموم، أيام المحن، أيام المصائب. يحدثنا القرآن أن الوسيلة الأولى في التعاطي مع هذه القضايا إنما يكون باللجوء إلى الله تبارك في علاه، كما تكلمنا في الأسبوع الماضي. القضية تحتاج إلى قلوب تناجي ربها بأكف مفتوحة إلى السماء. والله تبارك وتعالى يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الحل هنا أيها السادة: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. القضية يعني أن تفتح يديك، أن تناجي بقلبك، أن تنادي مولاك في عتمات الليالي قبل الصلاة وبعد الصلاة، في الحال وفي المآل، في كل لحظة، أن تعلق قلبك به وتقول: يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا عظيم، يا كريم، يا الله، فرج عنا بفرج من عندك. يا رب، إن الأمور كلها بيديك، إن الأمور كلها بيديك. يا رب، فعاجل بفرج. على الأمة اليوم أن تناجي وأن تنادي حتى لا توصف بأن قلبها قد تحجر، وأن الشيطان زين لهم أسباب خلاصهم من محن لا تزيدهم إلا ضنكا وإلا عذابا وإلا ألما وإلا بعدا عن الصراط وأسباب الخلاص من المحن. فإذا نظرت إلى الوسيلة الأخرى يحدثك القرآن أن سر الخلاص من الهموم والمشاكل هي أن تحكم قلبك على تقوى الله عز وجل. أنا أتكلم عن الأمة، عن كل واحد في الأمة، لأن الذي أودى إلى ما نحن فيه إنما هي معاصينا، هي ما كسبت أيدينا، هي ما اجترحناه، هي ما فعلناه، هي ما كسبناه، هي كل المظالم التي ارتكبناها بحق بعضنا، هي كل الانفلاتات
التي بعدنا فيها عن ربنا، فإذا بالعقوبة تأتي على قانون الله عز وجل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والحل في التقوى كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا أرادت الأمة اليوم أن يعود لها عوائد الخير، إذا أرادت أن تأتي المياه وأن تنزل القطر من السماء وأن يفرج الله عن البلاد والعباد، فالقانون واضح: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عندما نتكلم عن التقوى نتكلم أن يكون قول الإنسان المسلم وفعله موافقا لشرع الله عز وجل. بعبارة أخرى، أن يكون قولك وفعلك هو موافق لما أرشدنا إليه القرآن وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بعبارة ثالثة، التقوى أن تعلم أن كل عمل وكل قول يخرج منك هو معروض على الله، وسيحاسبك الله عز وجل به يوم القيامة. أقول لكم أيها السادة: افعلوا ما شئتم، قولوا ما شئتم، ولكن تذكروا أن ما تفعلونه ستحاسبون عليه أمام الله في يوم لا تنفع فيه المعاذير. عندما نراقب أقوالنا، عندما نراقب أفعالنا ونعلم أن الله سيحاسبنا عليها، سنكون من المتقين بإذن الله، لأن ذلك سيردعنا أن نفعل ما لا يليق، أن نفعل ما سنحاسب عليه. فإذا بهذا المعنى يقودنا إلى حال تقوى، نريد أن نكون متقين، نريد أن نكون عاشقين، نريد أن نكون صالحين، نريد أن نكون مؤمنين، حتى يتفضل ربي بسر الدنيا وسر الآخرة. سر الدنيا أن يجعلنا من أهل السلامة، من أهل العافية، من أهل الخير، وأن يجعلنا يوم القيامة من أهل النجاة من النار، أن يجعلنا يوم القيامة من أهل الجنة مع الأبرار، أن يجعلنا ربي يوم القيامة أن نصافح المصطفى صلى الله عليه وسلم على الحوض، وأن نشرب من كفه الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها. ثم تأتي وسيلة ثالثة، هي كثرة الاستغفار، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار، اسمع، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
يا أهل الهموم، يا أهل الكروب، إن أردتم أن يذهب الله ما بكم من هموم وكروب فأكثروا من الذكر، من ذكر الله عز وجل، وأكثروا من استغفار قلوبكم مع ألسنتكم لله تبارك وتعالى. الاستغفار المطلوب الذي يرفع الهم ويزيل الغم، ذلك الذي يطلبه قلبك من ربك قبل لسانك. ما نريد ألسنة تتكلم، وإنما نريد قلوب تناجي ربها حتى في لحظة طلب المغفرة والتوبة من الله. نريد قلوب تقول أستغفرك يا رب وأعلن أني تائب بين يديك. تقول يا رب اغفر لعبدك فإنه موقن، يا رب اغفر ذنبي، يا رب استر عيبي، يا رب استر ما مضى، اغفر ما مضى واستر ما هو آت، واستغفر واستغفر واستغفر. ولا استغفار واحد خير من تعززك وبحثك عن الأسباب. كل الحياة أيها السادة من هنا المنطلق، المنطلق من أن تكون عبدا، وينظر الله إلى عجزك، إلى صدقك، إلى طلبك، ينظر الله إلى صدق إيمانك، فيفرج الله عنك ويتفضل عليك ويحمل كل همك، كل همك، ويحمل ويذيب غمك ويغفر ذنبك ويرفع قدرك، لأنك استجبت لقانون الله عز وجل. وسيلة رابعة من أسباب تفريج الكروب والهموم، الخلاص من الأزمات والمصائب، هي كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شيء نعرفه في ثقافة هذه الأمة، هذه الأمة تعرف أن الخير كله في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهي سر الشفاعة، كيف لا وهي سر اللقاء، كيف لا وقد جعلها ربنا تبارك وتعالى وسيلة لمحبة الله لخلقه. كيف لا أيها السادة، ونحن نعلم أن الأمة إن أرادت أن تحصل رحمة الله تبارك وتعالى فعليها أن تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، من صلى علي مرة صلى الله بها علي بها عشرا، عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة. هي القضية، هي القضية أيها السادة، أن يصلي الله عليك. معنى الصلاة من الله أن يرحمك الله تبارك وتعالى. فالصلاة من المؤمنين دعاء، ومن الملائكة استغفار، ومن الله تبارك وتعالى رحمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة من المؤمنين دعاء، ومن الملائكة استغفار، ومن الله تبارك وتعالى رحمة. عندما تقول اللهم صلي على سيدنا محمد تنزل عليك عشر رحمات، ترفع همك وتزيل غمك، فإن أكثرت كثرت رحمات الله في بيتك. نحتاج إلى ثقافة أن تقام مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في المساجد أيها الإخوة فحسب، ليس في المساجد فحسب، ينبغي أن تقام صلوات مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت المؤمنين، أن تجلس مع أهلك، مع أسرتك، مع زوجتك وأولادك، لتكثر الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم ولو في يوم واحد من الأسبوع ستنزل الرحمات على بيتكم وتخرج منه الشياطين، ستنزل من الرحمات على بيوتكم وتخرج منه الهموم، ستنزل الرحمات على بيوتكم وتخرج منه المصائب والمصاعب، لأن قانون الله واحد. وقد روى الترمذي عن سيدنا أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى الثلثان الأخيران من الليل قام فنادى: يا أيها الناس، يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقلت: يا رسول الله، يقول سيدنا أبي: فقلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك الثلث. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك الثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. معنى أجعل لك صلاتي، الصلاة هنا بمعنى الدعاء، الدعاء يعني الذكر، يعني أنا أذكر وأدعو لك، كم أجعل لك من نصيب الصلاة عليك. فقال: اجعل كل نصيبي، كن نصيبك من الدعاء صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذا أردت أن تكفى همك، أن يكفيك الكافي، أن يكفيك الكافي، وأن يعافيك المعافي، وأن يتكرم عليك الكريم، وأن يتفضل عليك الحليم، وأن يجبر الله خاطرك، وأن يرفع قدرك، وأن يحقق ذكرك، فأكثر من صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه الدواء الذي لا يخيب. أيها السادة، دواؤنا بأيدينا، الويل لنا إن لم نستخدمه، دواؤنا بأيدينا. لا يعاتبن الله أحد منا إذا قصرنا في هذه الأسباب التي ذكرها القرآن. ثم قلنا: يا رب، نحن نعاني من هذه الأزمات وهذه المصائب لأننا ما أخذنا الدواء الذي وصفه رب السماوات والأرض، فنكون ممن ظلموا أنفسهم وقصروا في حق ذاتهم، فلا يلومن إلا أنفسهم لا أحد غيرهم. إذن أيها السادة، كثير من التضرع، نحتاج إلى أن نتضرع إلى الله، نتضرع إلى الله قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي الليل وفي النهار، من أجل أن يرفع الله الغم والهم عن الأمة، عن ذاتنا وعن جميع الأمة. ثم أن نحكم حقيقة التقوى في أقوالنا وأفعالنا معروضة على الله تبارك وتعالى، ثم أن نكثر من الاستغفار، ثم بعد ذلك أن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الله سيكرم ويتفضل، إن الله لا يخلف الميعاد،
ولا شك أن الله فاعل. أسأل الله تبارك في علاه أن يوفقنا لهذا الخير الذي ينتظرنا، والذي فيه حل لكل مشاكلنا وهمومنا وآلامنا وأحزاننا. والله نسأل أن يتكرم اليوم بفرج قريب عاجل على هذه الأمة، فإنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا إلهنا قريب مجيب للدعوات. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا في قضائك وقدرك يا رب العالمين. من كان منا ومن المسلمين مهموما أو مغموما أو مكروبا أو مديونا ففرج عنه يا فارج الهم، ومن كان منا ومنهم مريضا أو مصابا أو مبتلى فاشفه بشفائك وداوه بدوائك وأعطه من عطائك. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا رضا لا سخط بعده. اللهم فرج عن البلاد والعباد فرجا قريبا عاجلا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا نعمة الماء بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا نعمك بذنوبها، تفضل علينا بجود من عندك وفضل من عندك. اللهم إنا لك تائبون، اللهم إنا لك تائبون، اللهم إنا لك منيبون، اللهم معترفون بذنوبنا. يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحقق رجاءنا وأنت على كل شيء قدير. يا غفار الذنوب اغفر لنا ما مضى واستر لنا ما هو آت. يا غفار الذنوب اغفر لنا كل صغيرة وكبيرة وحقيرة وجليلة. يا غفار الذنوب اغفر لنا كل ذنب أذنبناه في ليل أو نهار. يا غفار الذنوب اغفر لنا كل ذنب أذنبناه سرا وجهرا عمدا وخطأ، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين، ويا رجاء السائلين، ويا أمان الخائفين. يا رب أكرم هذه الأمة، فأنت أكرم الأكرمين وأنت أرحم الراحمين. تكرم علينا وتفضل علينا بالثبات على الإيمان، بالبقاء على اليقين. أعظم قلوبنا، أعظم يقيننا بربنا والإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا وقد جبرت خواطرنا جميعا، وأعطيتنا سؤلنا جميعا، وجبرت خواطرنا جميعا، وحققت آمالنا في الخير جميعا، وفرجت عن هذه الأمة فرجا قريبا عاجلا يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.